بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرات مقرر ميكانيكا الموائع 2، المحاضرة الأولى من الدرس الأول Pipes Networks. نبدأ بداية بما تم ذكره أو تطرق إليه في مقرر ميكانيكا الموائع 1. بداية نبدأ بالميجر هيدلوس أو ما يرمز إليها HL. HL أو ميجر هيدلوس تعطى على حسب المعادلة هذه FL على 2GD V تربيع. لو أخذنا الـ V تساوي discharge على الأريا، والأريا تساوي باي D تربيع على 4، يتم تعويضها في المعادلة اللي تحت، فتصبح الـ headless تعطى أو major headless تعطى بهذه المعادلة. بالطبع مع ذكر أنه L هي the pipe length، F the friction factor، HL زي ما قلنا major headless الوحدة حقتها بالمتر، D the pipe diameter, G the gravity acceleration, and Q the volume flow rate أو ما يسمى discharge. النقطة الثانية اللي هي minor head loss. A minor head loss occurs whenever there is a change in direction or geometry along the flow path. يعطى أيضا على حسب هذه المعادلة K V تربيع على 2G. مع أخذ الK هي H the minor loss coefficient. فإذا لو عوضنا هنا الـ V H بـ Q على area، وزي العادة area تساوي pi D تربيع على 4، فراح يصبح minor head loss يساوي بحساب discharge على حسب المعادلة هنا. لو جمعنا major head loss و minor head loss هتصبح إيش؟ يصبح عندي head loss through the pipe أو the total headless through the pipe. فإذا major headless على حسب المعادلة اللي حصلناها في الأول، ثم minor headless يتم جمعهم ونتحصلوا هنا على headless through the pipe. فهنا المعادلة هذه تكتب بحساب إيش؟ بحساب كأنها R على Q تربيع، باعتبار إنه R تساوي لي إيش؟ تساوي لي المعادلة هذه. الR هذه تسمى إيش؟ the hydraulic resistance of the pipe. فإذا لو بغيت نحسب الـ headless through the pipe مباشرة نقدر نسوي المعادلة هذه. لو عنا الـ minor loss تساوي صفر، فهذا يعني إنه الـ K تساوي صفر، وتصبح المعادلة إيش؟ هي المعادلة هذه، يعني major headless. لو أنه F تساوي صفر، فالـ K هنا تقعد المعادلة 8K في Q تربيع، إيش تصبح لي المعادلة هذه minor headless. هنا كون خلصت المحاضرة الأولى. فقط هنا بغيت أقول لكم إنه الأمر هذا تم التطرق إليه في ميكانيكا الموائع 1. السلام عليكم ورحمة الله.